اعتقد اتكلمنا فيما يخص احداث المباراه جوه التسعين دقيقه، ولكن بره التسعين دقيقه كان عندنا مواويل اعتقد كلها في خط احمر هتكون حاضره، ومش هنسيب حقنا في حاجه، ومش هنسيب حد يعتقد انه هو ممكن ينحاز يتخلى عن موضع المسؤوليه يدي رساله سلبيه لدور المسؤول واحنا هنا نقف نتفرج. بتكلم عن مين؟ بتكلم عن كابتن حازم امام اللي ربما اختلط عليه الامر ما بين كونه كابتن نادي الزمالك وبين كونه عضو في الاتحاد المصري لكره القدم لما قال التصريحات دي واللي اتنشرت على اغلب المواقع. التصريح كان بيقول: وتحدث حازم امام عبر 1-2 على راديو اون سبورت اف ام، ازمات الكره في مصر اصبحت اكثر من لعبه كره القدم نفسها، لكننا نسعى دائما لوضع الحلول المناسبه. حلو، ايه هي يا كابتن حازم الحلول المناسبه؟ واستمر في تصريحاته: لجنه الانضباط والاستئناف لجان منفصله، وليس من حق اتحاد الكره التدخل في قراراتها. تمام، بتدي استقلاليتها، نشوف بقى الاستقلاليه وان انت كعضو اتحاد كره ما بتضغطش. قال ايه بقى؟ وعن موقف كهربا: ارفض قرار لجنه الانضباط يا سيدي بتعليق قرارها حول ازمه كهربا الاخير. هو هنا طبعا يا جماعه اولا قصده لجنه التظلمات، لانه به ظلم كبير على نادي الزمالك، ولو كان القرار ضد الاهلي ايضا كنت ساقول نفس الكلام ولن اغيره. قرار الزمالك بالانسحاب من السوبر قرار صحيح، لانه شعر بظلم كبير بعد تعليق تنفيذ قرار ايقاف كهربا. اتحاد الكره يتعرض دائما للظلم بدون وجه حق، لان القرارات في النهايه تخص اللجان. بص بقى كابتن حازم، هو لو قبل كلامك ده اتحاد الكره كان بيتعرض للظلم دون وجه حق، فبعد كلامك مفيش انسان عاقل ولا مشجع عاقل للنادي الاهلي يشوف ان اتحاد الكره بيتعرض للظلم دون وجه حق، لان انت ناسي ان انت عضو اتحاد كوره، ولان انت كعضو اتحاد كوره مش قادر تفرق من اليوم الاول واحنا قلنا لك هنا على الشاشه دي ان انت اكتر حد بتدي نموذج لفكره كونفليكت اوف انترست، تضارب المصالح. تضارب المصالح ما بين كونك مشجع لنادي الزمالك ومسؤول في اتحاد الكوره. تضارب المصالح ما بين كونك مسؤول في اتحاد الكوره وما بين كونك اعلامي، مش قادر تفرق. عشان كده طلع مشهد شديد التشوه، وانا بشوف ان ده مشهد مشوه. ليه مشوه؟ لانه مش موجود رياضيا في اي حته في العالم. افتح كده وقول لي فين اتحاد لعبه في عضو مجلس اداره بيخلط الخلط ده ما بين انتمائه وما بين كونه عضو مجلس اداره؟ مستحيل. الراجل بيهاجم لجان الاتحاد على قرارها، الراجل بينحاز لنادي الزمالك في قرار طرفه النادي الاهلي المصري. والله يا كابتن حازم اسمه النادي الاهلي المصري، بيمثل مصر، موجود في الدوري زيه زي نادي الزمالك. فالانحياز هنا غير مفهوم، هو مش النادي الزمالك في طرف مع نادي خارج مصر، فاتفهم ساعتها انحيازك وانك تتخلى عن دور المسؤول. تمام، انما اسمه النادي الاهلي المصري باي شان وباي عقليه ان انت تنحاز وتقول ان هو مظلوم انتصارا لوجهه نظره؟ يا جماعه ده ليس موضع المسؤوليه. يا كابتن حازم انت كنت في اتحاد الكوره ولجنه من لجان الاتحاد بتستقيل بسبب رئيس نادي الزمالك، ما طلعتش قلت كده ليه؟ انت تم التعرض ليك والاساءه انت وكل اعضاء، واتهامكم بالفاظ وكل انواع الاعتداء عليكم كاعضاء اتحاد كره باللفظ، وعلى لجان سواء لجان انضباط او سواء لجان تحكيم بكل انواع العبارات، وما خرجتش تكون حريص على مصلحه الكره المصريه ولا تقول اللجان ولا تهاجم نادي الزمالك. كنت بتتوارى خارج المشهد عشان انتمائك، وجا اللحظة اللي انت تعبر فيها عن انتمائك ما فضلتش تتفرج، لا كان لك موقف واضح وصريح بعكس دور المسؤولية. كابتن حازم رسالتي ليك والله في أي مكان في العالم، بعد هذا المشهد الطبيعي تطلع تستقيل. ما دون ذلك أنا مش فاهمه، هصدقك إزاي أو أي مشجع أهلاوي بعد كده هيرى إن أنت لا تخدم النادي اللي أنت شايفه مظلوم؟ لو عايز مجلس إدارة نادي الزمالك اتفضل، مناسب جدا لقناعاتك المعلنة، ولكن لو عايز تستمر في اتحاد الكرة اللي انت عملته ده انا بقول ان هو مشهد غير مسبوق في تاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم ان يطلع حد يعبر بالشكل ده ويقول ان هو مع طرف ضد طرف. حتى لو كانت بتتلعب قبل كده في الغرف المغلقة
ما كانش في حد بالمباشره دي. هو كابتن حازم في المشهد ده متناقض الى حد كبير، بس هو الكابتن حازم خلاص يعني هو اسقط من وجهه نظري اعلاميا وجماهيريا في كره القدم طبعا. يعني مسؤوليه منصب عضو اتحاد كره القدم، وتحول المسمى الوظيفي لكابتن حازم امام داخل الاتحاد المصري لكره القدم هو مندوب جماهير نادي الزمالك. الكابتن حازم امام بدا يلعب لعبه جماهيريه، ويمكن اول دخوله لاتحاد كره القدم المصري لما كان بيتضغط عليه في وقت الكابتن هاني ابو ريده او المهندس هاني ابو ريده وكابتن احمد مجاهد والقصه دي، كان بيقول يا جماعه هو انا لسه يعني هو لسه قعدت في الاتحاد عشان جماهير الزمالك تطالبني اعمل اي موقف؟ اعتقد بقى نادي كابتن حازم امام طول في الاتحاد فبدا يعمل المواقف دي. والحقيقه ان كابتن حازم امام مش موقف بس فقط لا غير، لا ده هو بيديك انطباع ان اي موقف انا معترض عليه داخل الاتحاد انا هطلع اعترض وهوضح اعتراضي وهقول ان انا معترض على الموقف ده. وهنا بيحط قاعده، بما انك لا تعترض على كل المواقف فانت متضامن مع اي موقف الا اللي انت اعترضت عليه. انت اعترضت على تعيين ايهاب جلال، اعترضت على الاختيار بالتصويت، اعترضت حاليا على لجنه الانضباط، برغم ان التناقض واضح جدا جدا في وصفك انت تحديدا وردك انت تحديدا ان والله اتحاد الكره ملوش علاقه. يا جماعه دي لجنه الانضباط ودول ساده قضاه محترمون. ده كلام الكابتن حازم امام في رده على قرار التاجيل. كل لجنه بيقول والله العظيم الاتحاد ملوش دعوه بالموضوع، ان كان في قرارات لجنه الانضباط او قرارات لجنه الاستئناف وكل لجنه قضاه قضاه محترمون وقراراتهم مستقله. فالمفترض يا كابتن حازم الاولى باحترام هذه اللجان هم اعضاء مجلس اداره الاتحاد، الاولى باحترامهم هم الاعضاء، لكن حضرتك عضو مجلس اداره طلعت ونفيت عن صفه الاحترام للقوانين عن اللجان دي لما تقول ان ده قرار ظالم. ده معناه ايه؟ ان اللجان دي ظالم ادت قرارات لنادي او للاعب على حساب نادي، فانت هنا بتنفي عنهم صفة الاحترام اللي انت نفسك قلتها يا جماعة دول مستقلين وقضاة محترمون. اذا يا كابتن حازم انت وقعت في حالة من حالات التناقض، مش بس عشان مواقعك الكتير، لا عشان انت اصبحت المسمى الوظيفي ليك داخل الاتحاد المصري لكرة القدم هو مندوب جماهير نادي الزمالك في الاتحاد. انت يا كابتن حازم اللي بتكلم المسؤولين في نادي الزمالك وتقول لهم بلاش تشكروني على الهوا عشان بتعرض لانتقادات، فلما بدأوا يعني يتوقفوا عن شكرك على الهوا وبدأ الانتقاد يطولك، قمت طالع تقول يا جماعه ده مش احنا، والله مش اتحاد الكره، ده لجنه القضاء. الحقيقه كابتن حازم وقع في مشكله اخرى غير قصه لجنه القضاء، الا وهي اعتراضه او اعتذاره عن السفر لحضور مباراه السوبر. وكابتن حازم عارف كويس قوي ان هو اعتراضه ولاعضاء الاتحاد بسبب القرارات اللي صدرت بسبب انسحاب نادي الزمالك. وهنا الكابتن حازم امام خلاص اكد بما لا يدع مجال للشك انه مندوب نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك في الاتحاد. ما كانش يصح ابدا يا كابتن حازم تعتذر عن السفر لمباراه السوبر ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، لان الاثنين ناديان مصريان. فحضرتك عضو اتحاد كره كنت هتسافر والزمالك فقط لا غير طرف في المنافسه، لو الزمالك مش طرف في المنافسه فانا بعتذر يا جماعه ومش هقدر اروح. ده للاسف موقف كابتن حازم امام من كل الملفات اللي موجوده داخل الاتحاد، متضامن مع كل شيء متعلق بنادي الزمالك وضد اي شيء يصدر ضد نادي الزمالك. ما سمعتش ابدا اعتراض ولا كابتن حازم امام انا اسف يعني اتنحرر للاتحاد لما اتقال عليه ان الاتحاد ده بيجامل نادي على حساب نادي. ما وقفتش ليه يا كابتن حازم ضد البيان اللي صادر وقلت لا؟ يا كابتن حازم ما زعلتش ليه؟ ما زعلتش ليه لما نادي الزمالك بمسؤوليه رفضوا ان هم يقدروا الاتحاد المصري لكره القدم ويبعتوا خطاب يوضح موقفهم من مباراه السوبر؟ ما سافروش وما اعتذروش ولا وجهوا اي خطاب، وللاسف الاعلام المصري شغال على اكذوبه 60 دقيقه وترد علينا. القصه مش كده على الاطلاق. قصة تم طلب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل اللجنة المنظمة في دولة الإمارات، لو سمحتوا ردوا علينا مين الفريق اللي جاي يواجه بطل السوبر النادي الأهلي مين؟ فالاتحاد المصري بدوره بعت خطاب لنادي الزمالك بعد إذن حضراتكم، عايزين موقف رسمي قبل الساعة 3 عشان هنرد بموقف رسمي قبل الساعة 4 على اللجنة المنظمة. تم ترويج أكذوبة الستين دقيقة في الوقت اللي المفترض كان الاعلام الرياضي يقف عند النقطه دي ويتكلم، هو الاتحاد ليه مش معبر نادي الزمالك ليه مش معبر الاتحاد المصري لكره القدم اللي هو عضو فيه كابتن حازم امام. لكن كابتن ما زعلش، كابتن بصفته مندوب نادي الزمالك مش هيزعل. ده الكلام ده للاتحاد، الكلام ده للجان،
عدم الاحترام ده للاتحاد، عدم الاحترام ده للجان. كابتن حازم اعتقد انت وقعت بشكل واضح جدا وسقطت من نظر كثيرين حتى بعض الزملكاويه، وعليك مراجعه نفسك عشان تتذكر ان انت مسؤول في الاتحاد مش مسؤول او مندوب لنادي الزمالك. يا اسامه يزعل ايه من 60 دقيقه؟ بقول لك اتحاد الكوره تم الاساءه ليه وقال انتوا تتضربوا واحد واحد. بنتكلم في 60 دقيقه؟ حتى دي مش صحيحه. يعني تخيل انت الموقف صعب جدا، مديونيات يا اسامه وشفناها وما فيش كلام عليها، قصص كتير جدا. وللامانه ملف سيف الجزير يا فارس، مين اتكلم عنه؟ ملف لما بناش عارفين الاتحاد بيبعت عقود ما فيهاش والزمالك بيبعت عقود ما طلعش كابتن حازم اتكلم ليه؟ عشان كده انا بقول لك ده قصه 60 دقيقه دي حاجه. يعني لا يا جماعه، ده هو اتعرض لاساءه شخصيه واتقال له وتم مهاجمته بشكل مباشر. فللامانه برضه يا جماعه، لما احيانا المشهد بيبقى مشوه كده بيخلينا نروح لقناعات مش شبهنا كاهلي، وانا هقولها واتمنى تفهم فيها، بس ده دورنا هنا ان احنا دايما نقول ده. الناس خرجت في المشهد ده وتطالب اعضاء اتحاد الكوره اللي ميولهم اهلاويه او انتمائهم اهلاوي زي كابتن محمد بركات والاستاذ خالد الدرندلي، اعملوا زي حازم. لا، انا اطلب من عضو اتحاد الكوره ان النادي الاهلي لا يضار زي كل الانديه. اطلب منه انه في موقف الخطاب، وكنا هنا لنا موقف انا واسامه واضح جدا، واضح جدا، رغم ان الناس دي بتنتمي للنادي الاهلي ولها تاريخ مع النادي الاهلي، واحنا هنا خرجنا قلنا اللي انتوا بتعملوه ده بياكل من رصيدكم، وقلنا ان ده خطا، وموقف الخطاب لازم يكون لكم موقف واضح وصريح فيه لانه خطا واضح اداريا. ما هوش قصه انديه، قصة ان ده باعتراف كمان الجهات الادارية وتحقيقاتها، وهي قالت ان انتوا تاخدوا ما يرتقي للاتحاد. فكان هنا لنا موقف، انما ان احنا نقول لعضو اتحاد كورة ميوله اهلاوية العبها اهلي وزمالك، احنا عمرنا ما عملنا ده ولا هنعمل ده، ولا دي مدرستنا. ولكن نقول لهم حاجة، نقول لكابتن بركات واستاذ خالد الدرندلي وكل اعضاء اتحاد الكورة بغض النظر عن انتماءاتهم، لما يجي لك خطاب يتقال لك فيه ان انت اتحاد بتجامل النادي الاهلي على مدار 75 سنه، ويتقال بعدها ان محامي ايطالي هيوديك للفيفا، لا اتحرك بقى كاتحاد، اتحرك بقى كاتحاد، لانك انت في اتحاد عديت حاجات كتير جدا، جوابات تتبعت زي ما اسامه كان بيقول، فقيد لاعب، مديونيات، شيكات تروح تصرفها تلاقي مفيش رصيد، وعمال تعدي 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 تعدي. كفايه بقى، انت عارف ان اللي بيهدد انه هياخدك للفيفا ده انت تقدر تديه او تنزله للدرجات الادنى، لانه عنده مخالفات كتير حتى في التراخيص. لا دي يتجمد طبعا، يتجمد طبعا، كنت سألها تجميد بالكامل بمخالفات كتير جدا. فاتحاد كوره جمد قلبك، عمرنا ما هنقول لعضو اتحاد كوره اهلاوي العبها اهلي وزمالك، اسف، دي مش قصتنا هنا. واحنا ما ينفعش نفضل طول الوقت نقول لكم حاجه ونيجي هنا على الشاشه نقول غير كده، وانا واثق ان دي قناعات انا واسامه، لان احنا طول الوقت بنقول ده. ولكن جمد قلبك بقى، اللي بيقول لك تعالى هاخدك للفيفا، لا تعالى انت بقى، مفيش اي مبرر لغير ان انتوا تعملوا كده. ونقطه كمان يا فارس عشان بس البعض طبعا. لا مش نقطه، انت قلت احنا بنطالب ان الاهلي لا يدار ولا يجامل طبعا. يعني عشان بس الناس ما تفهمش المصارعات، احنا لا بنطالب لا باضرار بحقوق النادي الاهلي ولا بمجامله النادي الاهلي، احنا عايزين حق فقط لا غير، وعايزين نتعامل. احنا يا جماعه في كلام الناس ممكن تكون مش بتحب تسمعه حتى من جماهير النادي الاهلي، لان انت شايف النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، وهو بالفعل هو اعظم نادي في الكون، ولكن في اللوائح في القوانين احنا بنقول لا، عملنا زي معامله كل الانديه في اللوائح والقوانين، لان انت لو عملت النادي الاهلي زي معامله كل الانديه في اللوائح والقوانين هيبقى النادي الاهلي على القمه ببساطه شديده. اعتقد رساله واضحه. احنا هنروح لموقفين بالفيديو يبينوا لكم كابتن حازم، ولكن احنا على فكره لاننا ما بناخدش الموضوع شخصي، كنا بنروح لنقاط هي جوهريه اهم من فكره الاشخاص، ولكن عايزين نديكم مثال لفكره ازاي انت بتتعامل مع قضيه في اطار ميولك وفي اطار مزاجك وفي اطار انت بتحدد ايه، لما نشوف الفيديو ده لكابتن حازم امام. فكره اللجنه الفنيه اللي تبقى مسؤولة عن المنتخبات داخل الاتحاد تتواجد خلال الفترة القادمة؟ مش عارف والله يا كابتن، الأغلبية بالتصويت الله أعلم ممكن ما يوافقوش. لا معلش بس يعني أقدر يعني مش عايز أقول خسرت معركة أو خسرت تصويت أو حاجة، وأنا عارف أنت بتحترم إيهاب جلال جدا عشان طبعًا بس طبعًا عشان الناس تبقى فاهمة، هنتكلم في النقطة دي شوية
لكن مش معناها انك ما يعني ما وفقتش في هو دي هو انك تستسلم. يعني فكره شفتيني وانا بحارب قد ايه على الترابيزه معاك، يعني انا قعدت 7 شهور كلهم خناق. حضرتك قلت انا نفسي قصار فعلا. انا بزهق. يعني انا من الناس اللي بزهق. ايوه، لكن المؤكد ان ما عنديش مدرب للمنتخب الاولمبي، والمؤكد ان عندي تصفيات قريب. طب امتى؟ طب القصه ازاي؟ ما انا مش عارف بقى كابتن، زي ما قلت لك هيبقى تصويت تاني ولا لجنه فنيه. انت هترفض موضوع التصويت مره ثانيه؟ انت بتروحش الاتحاد من ساعه موضوع الكروش؟ لا، دي هزت راسك، الناس مش هتشوفها. لا ما رحتش. ما رحتش. مش هتروح ولا ايه؟ لا رد، الاشارات ما تبانش في الراديو. يعني شويه كده. لما ناخد موضوع التصويت ده بعد كده نشوف حل فيه يعني. يعني في حاجات زي ما بقول لحضرتك، في حاجات تصويت فيها صح طبعا ولازم، وفي حاجات الفنيه بحته محتاج لجنه تدرس هذا الموضوع وتدي قرار للاخر طبعا مجلس اداره. بس من خلال لجنه فنيه حازم مباركات، مش لازم يسموا اي اسم. يعني اعتقد ان كابتن حازم امام كان مفترض بعد تواجده اكتر من مره في مجالس ادارات منطق مختلف تماما. لو انا الامور مش هتمشي على هوايا فانا بعتذر، ما كنتش موجود في الاتحاد، ولو انا قضيه نادي مصر فيها طرف ضد نادي مصر تاني، لو انا ما مررتش قناعاتي وما مررتش المحاولات اللي انا شايفها وجهه نظري فيها صح، هطلع وهاجم الاتحاد وهاجم لجانه، يا اما مره هاجم زمايلي، يا اما مره هاجم فكره التصويت. اعتقد يا جماعه لما انا قلت ان هو مشهد مشوه، انا ما شفتش زي المشهد ده في اي اتحاد على مستوى العالم. واسال نفسك يا كابتن حازم، انت عايز تكون عضو في اتحاد الكوره ولا عايز تكون عضو في مجلس اداره نادي الزمالك؟ والطريق ده لأدبياته والطريق ده لأدبياته. بص يا فارس، خلينا نتكلم في نقطة واضحة جدا، ألا وهي اعتذار الكابتن يعني حازم إمام عن السفر لمباراة السوبر. تصريحات الكابتن حازم إمام وهو مذيع في الراديو، كل ده بيدينا مؤشر واضح جدا، حتى في التناقض في التعامل مع لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف بيدينا مؤشر واضح جدا إن كابتن حازم إمام بيشير إن الظلم الواقع على نادي الزمالك ده ظلم متعمد أو مقصود اختصار شديد. ما هو لو انت شايف ان اللي واقع على نادي الزمالك ده ربما يكون خطأ غير متعمد من اللجان، فانت هتمشي الامور عادي جدا. لكن انك تقف عند الامر ده وتقول الزمالك تعرض لظلم، فانت بتشير بوضوح ان ده تعمد، لا تشير ان هو خطأ. فتعال بقى نشوف في ازمتك لما بيكون النادي الاهلي هو الطرف اللي واقع عليه الضرر من الاتحاد المصري لكرة القدم بشهادة الجميع وبلجنة خرجت من وزارة الشباب والرياضة، بيكون كلامك عامل ازاي ورأيك بيكون عامل ازاي؟ نطلع ونشوف فيديو كابتن حازم إمام المندوب الرسمي لجماهير نادي الزمالك في الاتحاد المصري لكرة القدم. يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، ان مفيش عضو مجلس إدارة يعلم عن هذا الجواب أي حاجة. نعم. كنا يعني. نعم. ففكرة ان في حد مستهدف في النادي الأهلي يعني مش صحيحة تماما. نعم. لأن الجواب لما جه كان الأهلي بيلعب في البطولة والزمالك بيلعب في البطولة. نعم. والمصري بيلعب في البطولة وبيراميدز بيلعب في البطولة. صحيح. فكرة الأهلي هو اللي وصل طبعا، فالناس شايفة إن الأهلي فقط، لكن هو الجواب إحنا ما وصلناش. ما وصلناش. إحنا أول اجتماع كان لينا تقريبا يوم 21/2. نعم. فهو وزي ما قلنا وزي ما قلت في المؤتمر، إحنا يعني إحنا جينا 4 شهور، بقالنا 4 شهور. نعم. إيه اللي هيخليك تعمل حاجة البيربس او متعمد؟ انت ايه اللي انت جاي لنا كلها؟ نعم. اي حد اخطا او اي حد كان متساهل في الخطا اكيد هيعاقب يا كابتن. نعم. لا ضد لا هنتقطع على حاجه ولا مش جايين يعني. نعم. ضد نادي معين. انا بس عايز احط الفكره يا كابتن. أيوه. ان الخطا وارد. نعم. مش لازم يكون مقصود. مش جايين ضد نادي معين. احنا اوعوا تفهموا ان احنا مستهدفين النادي الاهلي على الاطلاق، برغم الضرر اللي واقع على النادي الاهلي، خسروا بطوله افريقيا مش انسحاب في بطوله سوبر، مع كامل احترامنا للفرق البطولتين طبعا، لكن بطوله دوري ابطال افريقيا. النقطه الثالثه بيقول لك اوعى، الخطا وارد، لازم تفهموا كده يا جماعه ان الخطا وارد، لكن مع نادي الزمالك في قرار متعلق بقضاه بلجان على حد تعبير الكابتن حازم، وبنتفق معاه في النقطه دي ان هم قضاه محترمون. الكابتن حازم امام شاف ان في ظلم واقع على نادي الزمالك، وان ده استهداف لنادي الزمالك، وان الامر ده يخليني اعتذر عن السفر لحضور مباراه السوبر عشان ما يزعلش مني جماهير نادي الزمالك. الكابتن حازم امام بياكد نموذج انا اتكلمت عنه من زمان قوي 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 قوي، ان ابناء نادي الزمالك يخدمون نادي الزمالك من اي موقع
وفي أي منصب. الحقيقة الكابتن حازم إمام أكد بما لا يدع مجال الشك إنه المندوب الرسمي لنادي الزمالك في اتحاد كرة القدم المصري.